من جبل شيبان أعلى قمة في حرة الرحى الواقعة في جنوب تبوك، استقبلت أولى الموجة القطبية. ومما يميز هذه الموجة قوة عصف الريح. ليش؟ لأني أنا جالس الحين في أعلى القمة، وهذه القمة تعلو عن سطح البحر أكثر من 2000 متر، عصفها شديد وما زالت تنثر اللي هو الثلج، ومن المتوقع إن شاء الله مع طلوع الشمس إلى مغطية كل هالمنطقة. ونسيت أعلمكم، الماء هالحين الساعة 9 تجمد، ما فيه من نغسل به، يعني موت ما نبرافعه بالحيل، أخاف يطيح وينكسر، بارد من بلا تمسكه.